انت؟ لك انا الف مره قلت لك لا بقى تجي لهون. لك تاخرت علي، قلت لحالي بيجي لعندك على البيت وبشوفه. ايوه وبلكي كان جوزي بالبيت بدك تفضحني انت. انا تخافي ليك وقعد بلاوي هلا شفته. ما شاء الله عليك شو واعي. طبعا واعي وبعجبك. هلا مو وقته هالحكي، روح هلا روح وبعدين بشوفه. لك شو روح، بدي مصاري والله مزنوق. زيك بس هدول؟ يا هدول اللي طلعوا بايدي دبر لك اياهم، شو اعمل لك يعني؟ ما عندنا شيء، خلاص كتر خيرك. منيح اللي طلعت منك كلمة حلوة، ما حاش وجع الراس ممكن يجيني بسببها. لك والله بس تزبط أموري لعيشك ملكة. ايوه وامتى بدك تزبط أمورك يعني؟ لك مو ولا أمن حق بيت وصير عندي مصاري ما معي. طيب واللي بيأمن لك حق بيت؟ شو؟ ايه ما شاء الله أنا بدي أشتغل كل شيء لأنه حياة عيونك إذا أمنت لي حق بيت لطقك جوازة دخلي. تضرب أنت وهالملافز، روح هلا. لك بتاعي لحظة، بدي أشوفك بكرة. ايه لبكرة فرج وراح بيلك، روح. العمى، معقول تكون سمعت شيء؟ لا لا مستحيل. ايه اصلا حتى لو سمعت مو فارق معي، اصلا هي ما رح تسترجي تفتح تمها بحرف. عجبوك تقبرني؟ طيبين الله يسلم بيكي. صحة وهنا. بدك شي يا خانم قبل ما امشي؟ امشي. عادي سلمى، عادي كلي معنا. صح وهنا يا سيدي، والله ما بقدر، امي مريضه ولازم اروح اطبخ لها. ايه روحي اطبخي لها، ليه واقفه؟ طولي بالك، هدي شوي. الله يعافي لك اياها. هدي اشتري لها بطريقك تقمي هيك طيبه وخليها تدعي لنا. روح ربي رزقك يا خانم. خلصنا بدك تشحدي هلا، روحي ولا تتاخري بكره. حاضر خاني، خاطركم. والله معي. طولي بالك على المخلوقة، ليش هيك عم تحكي معها؟ معلش حبيبي، هدول الصانعات ما بينعطوش، سألني إلي. شو خولة خانو؟ صرنا هلا نفهم بالصانعات هلا يا معدي؟ عم تعايرني بفقر أهلي؟ بسيطة. اخ يا مو اخ، لو بتشوفي المعلم مهدي رجال ولا كل الرجال، هيبه مو منقص على مرته شي، مرضي الوالدين بس اخ على مرته يا مو. ليش شبه مرته؟ لا يا مو ما بها شي، الله يستر عليها وعلينا يا رب. بس بتعرفي يا مو، الله بيبعت الحلاوة اللي ما له دراس. شو بكي سلمى؟ ليش هيك عم تحكي؟ من ايمتى نحن كنا نحكي عن الناس؟ يا مو والله من حرقة قلبي على حالي، لكن هلا خولة تصير خانم وانا لا، يعني شو بتفرق عني هي؟ شو دخلتنا بالعالم؟ نحن طول عمرنا عيلة اوادم ومستورين وعايشين على قد حالنا. يا مو لحد هلا بتذكر كيف كانت هي وامها تشك قصب ويفتلوا عليهم بالسوق كرمال ياكلوا. رجعتي تحكي على العالم؟ شبعتي يا مو؟ شبعت إيمي، الأكل ما عاد بدي. صح وهنا، كان لجيب لك الفواكه. لك الله لا يوفقك، الله لا يوفقك ولا يعطيك العافية. كسرتي الزبادي، ولك يا سلمى ولك هدول الزبادي غاليين على المعلم مهدي كتير، هدول من ريحة أمه الله يرحمها. والله يا مسكينة أنت رح تتقلعي، هاد إذا ما المعلم مهدي يدفعك حقهم، هدول قدام حقهم غالي كتير. لك الله لا يوفقك على هالعملة. بوس ايدك يا خانم، لا تتبليني بشي أنا ما. لا حبيبتي لا، أنا ما رح أتبلاكي، بالعكس أنا زعلانة عليكي وبدي ساعدك.
بس بشرط. ليكي حبابة، أنا عندي مشوار ساعة زمان، والمعلم مهدي ما عم بيخليني أطلع من البيت، لهيك بتفوتي على غرفتي وبتلبسي فستاني وبتنامي بتختي مشان إذا إجا المعلم مهدي يفكر إني أنا اللي نايمة. شو قلتي؟ أعوذ بالله، ولا ممكن أعمل هيك شيء. تصطفلي. خلص مشان الله يا خانو. خلص حبيبتي خلص، لا تترجيني. أنا شفقت عليكي وعلى أمك، لهيك كمان رح أعطيكي مصاري وأكنسي الأرض، وأنا رح أضبط القصة. فهماني حبابي؟ خولة، أنا بعرف إنك زعلانة مني وما بيهون عليك ذلك. والله أنا بتمنى إنك تكوني أسعد وحدة بهالدنيا، بس أنتي المشكلة شو ما عملت لك ما بيعيش بيك. شوفي سلمى ما شاء الله عليها ضحكتها ما بتفارقها رغم كل الظروف الصعبة اللي بتمر فيها، عالنازلة والطالة عم تحمد الله. خلص زراعية بداني، لا تزعلي مني، ما بدك تردي علي. ما طيب، على راحتك. حقك علي، حقك علي. أنا خلصت، بدي أمشي. قبل ما تمشي مسكي. ما بدي شيء. والله صار إليك لسان يحكي يا حبابة، ليك عم تتنطوري وليه؟ وأنت ليه عم تسرقي لسيدي مهدي؟ لك أنت شو عم تحكي وليه؟ أنا كشفت كذبك وألعيبك وعرفت إنك عم تسرقي سيدي مهدي كرمال تشتري بيت إلك وللأزعر موفق. وليه سلمى؟ شفت خير ولا ايه؟ بطاق الازعر شو كان عم يعمل هون؟ احكي، عصام شغيلي قال لي. لك احكي ولا ايه؟ رح احكي لك. هي ابن عمي سلمى،
سلمى هي اللي كانت عم تحكي معه من ورا الباب، وانا من زمانها من زمان بدي اقول لك انه سلمى وحده ما لها منيحه وما لها ظابطه بنوب بنوب، وانا ياما كمشتها ياما كمشتها وهي عم تمد ايدها وتسرق مصاري، والا لا يا سلمى ونبهها وكرمال امها كرمال امها اشفق عليها واتركها، وانت ما في غير تدللها وتعطيها مصاري واقول لك يا مهدي يا مهدي يا حبيبي لا تعطيها وش، خليني انا بعرف اتعامل معها، بس انت ما بترد علي ما بترد علي. اكيد هلا اكيد هلا هي اخذت المصاري وراحت تشوفه وتعطيه لهذا اللي قلت عنه ما بعرف شو اسمه. الله يسامحك الله يسامحك كيف فورا بيطلع خلقك علي. ولا حرف يا عيب الشوم عليكي، هاي جزات اللي بيعمل معي خير؟ انا كنت رايح على الكركون مشان اشحطك لاني يا سيدي مشان الله اسمعني، والله انا ما سرقت شيء. وين المصاري؟ مزبوط هن المصاري معي، بس مو لهذا السبب اللي انت عم تحكي عنه. لك هلا شو؟ اقسم بالله انا ماني علاقه بموفق يا سيدي، هي ست خوله هي اللي عم تحكي معه. شو عم تخبصي وليه؟ اقسم بالله يا سيدي صدقني انا والله ما لي علاقه بموفق، هي الست خوله هي المتفقه معه انه يشلحوك مصرياتك كرمال يشتروا بيت، حتى اليوم كانت معه. كذابي، هلا تركتها بالبيت قبل ما اروح على الكركون. لا لا يا سيدي لا، هي اللي كانت بالبيت مو الست خوله، هي انا كنت نايمه بالتخت وبالعلامه قلت لليكي سلمى رغم كل الظروف اللي هي عم تمر فيها بضل عم تضحك وتشكر ربها. مظبوط ما قلت لها الحكي؟ لعمة وين يا خانوم؟ أنا ابن عمي كنت كنتي بدك تهربي. هي جيتي من الكركون موفق هنيك واعترف بكل شيء، اعترف أنكن كنت تحبوا بعض وبدكن تتجوزوا مشان تاخذوا مصرياتي. مظبوط هذا موفق هذا موفق واحد كذاب. خلصي وليك، أنا ما حدا بيضحك علي، لما فت عليكي أنت ومتسطحة قلت لك كلمتين تتذكريهم شي؟ ابن عمي أنت شو صاير لك يعني؟ تتذكريهم؟ ما بعرف كنت نايمة وما حسيت. إن شاء الله ما بتفيني، طلعي قدامي ليه؟ لوين؟ لوين؟ طلعي يا بايرة يا عيبي، طلعي قدامي على الكركون. ابوس ايدك ابوس ايدك لا ابوس ايدك يا ابن عمي ابوس ايدك ابوس ايدك الله يخليك ابوس ايدك يا ابن عمي ابوس ايدك يا مهدي طوعني ابوس ايدك.